اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اسمي سوسن، أبويا وأمي ما لهمش حد في الدنيا غيري، أنا وأختي ندى. ندى دي تبقى أختي الصغيرة، أصغر مني ب 12 سنة. أنا عندي 22 وهي 10 سنين. إحنا من أسرة ميسورة الحال. إحنا كنا مقيمين في تركيا عشان شغل بابا وكده. بابا وماما أول ما اتجوزوا بعض كانوا مقضيين وقتهم ما بين مصر وتركيا، وكان بابا بينزل أجازات كتيرة عشان يشوف أهله وماما تشوف أهلها وأنا أعرف أهلنا كمان. بابا ما كانش حابب فكرة إنهم يخلفوا وعيالهم ما يعرفوش أهل ولا أهل ماما، فكان على قد ما يقدر كان بينزل أجازات كتير لحد ما شغله حكم عليه إنه ما يقدرش ينزل زي الأول واستقر في تركيا. حتى الاتصالات بينه وبين أهله شبه اتقطعت. كان عندي وقتها تقريبا 12 سنة. كنت بحب أهل ماما وبابا في مصر، وكنت حابة مصر بلدي وبلد أبويا وأمي. أبويا ما كانش ليه في الدنيا غير جدي وجدتي اللي كانوا بيحبونا قوي. وقتها أنا فاكرة لما كنا بنرجع من بره كنا بنقعد في شقة إيجار جنب أهل ماما، ما كناش بنطول لما كنا بننزل أجازة من تركيا، كان هو شهر وبنمشي على طول. كان بابا بيخليه ما بين أهل وأهل ماما. أنا كنت بحب جدتي أم بابا قوي، كانت دايما تدلعني وتجيب لي كل اللي نفسي فيه هي وجدي. كنت ببقى سعيدة لما كنت أروح عندهم، لأن طبعا بابا وحيد جدي وستي، فطبعا الدلع والهنا كله كان بيبقى ليا عكس أهل ماما. كانوا ليهم أحفاد كتير غيري، ولاد إخوالي وخالاتي، فما كنتش بلاقي الحب والدلع بالشكل ده غير في بيت جدي وجدتي. ولما رجعنا تركيا وشغل بابا حكم عليه إنه يفضل هناك، كنت حزينة وزعلانة قوي علشان والدي ما كانش ينفع ينزل بينا أجازات زي الأول. استمر الوضع كده لحد ما أختي ندى جت للحياة عشان تتحرم من إنها تشوف جدي. للأسف بعد ما اتولدت بسنتين اتوفت جدتي على طول. ندى ما كانتش شافتها غير في الصور وبس. زعلت قوي على جدتي، ده إني كنت مرتبطة بيها قوي، وبابا كمان اللي نزل من السفر عشان ياخد عزاها مع جدي، ولما رجع كان حزين جدا. أنا فاكرة الأيام دي حبس نفسه في أوضته وما كانش بيروح شغله، ده كمان ساعتها كان عايز يسيب شغله وينهي العقد اللي بينه وبين الشغل وينزل يقعد مع جدي اللي ما بقاش لحد غيره في الدنيا. لكن ماما اللي فكرته إنه لو عمل كده في شرط جزائي، وده لو اتنفذ هيدفعوا اللي وراهم واللي قدامهم ويرجعوا مصر كأنهم ما عملوش حاجة، ولا حتى قدروا يأمنوا مستقبلي أنا وأختي. اضطر بابا ساعتها إنه ما يعملش الخطوة دي، واستمر في الشغل لحد ما ينتهي العقد ومش هيجدده تاني ويقدر يرجع بلد ويقعد مع جدي اللي باقي من عمره. لكن دايما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بعد ما قرب خلاص العقد بتاع بابا ينتهي وكان فاضل له 4 شهور بس، جالنا أصعب خبر نينا. جده توفى هو كمان للأسف. اتوفى بعد وفاة جدتي ب8 سنين بس. انهار بابا من البكا طبعا، لأنه كان خلاص بيوضب كل حاجة نينا وبيصفي شغله في تركيا، وكنا خلاص هننزل نقعد مع جده معاه في البيت وناخد بحسه ونعوضه عن كل اللي فات. وكان بابا هيقوله انه ما منعهوش عنه الا الشديد القوي، لكن ملحقش للأسف وتوفى قبل ده. ورجعنا مصر اخيرا مع بابا اللي كان اكتر واحد فينا كان زعلان قوي انه ملحقش جده عشان يراضيه ويستسمحه عشان يغفر له انه سافر وسابه بعد وفاة جدتي. رجعنا مصر بالفعل، وقرر بابا انه يقعد في البيت بتاع جدي
علشان طبعا هو الوريث الوحيد لجدي. البيت كان بيت من 3 أدوار. أول ما تشوفه تحس إن قلبك اتقبض كده، لأنه كان قديم جدا. البياض بتاعه كان واقع طبعا، والزرع اللي حوالين البيت دبل وصفر، وفي اللبان الغصن بتاعه وبقت مهملة، فيديك طبعا الإحساس الكئيب ده. البيت ما كانش كده زمان أيام جدي وجدتي، لكن دلوقتي للأسف مفيش حد بيهتم بيه. لكن ماما ما اعترضتش إننا نقعد فيه ونوضبه، وفعلا قعدنا فيه بعد توضيبات كتيرة قوي في البيت، وكان التوضيب بس في الدور الأول والتاني، كانوا هما دول بس اللي هنقعد فيهم ونستقبل الضيوف وأي حد فيهم. لكن الدور التالت محدش قرب منه، حتى بابا سابه وقال هبأطلع أوضبه بعدين مش دلوقتي، يدوبك بس أصلح الإضاءة بتاعت الدور كله، وقرر يبقى يوضبه بعدين. لكن اللي حصل بعد كده واكتشفناه كان مفزع ويرعب، واتمنينا اننا ما كناش رجعنا البيت ده ابدا ولا خطينا عتبته ابدا. كان اول يوم بعد ما خلصنا التوضيب في البيت ورتبنا كل حاجه، ساعتها اتعشينا وقعدنا مع بابا، وفضل يحكي لنا عن ذكرياته مع جد وتيتا، واستمتعنا معاه قوي من حكايته دي. وبعد ما خلصنا سهرتنا قمنا ننام، بعد ما وعدنا بابا انه هيجي يوم ويكمل لنا بقية الذكريات تاني. دخلت نمت في اوضتي وندى اختي في اوضتها، وبابا وماما دخلوا اوضتهم، وبعد شوية لما رحت في النوم صحيت على ايد بتهزني في كتفي وبتقول لي سوسة قوم يا سوسة نصحي. قمت فتحت عيني كانت ندى اللي بتصحيني، قمت اتعدل وقلت لها في ايه يا ندى مالك؟ قالت لي انا سامعه صوت كلب صغير وحاسه انه جوه البيت هنا، انت مش سامعه؟ سكتنا كده شويه وحاولت اسمع لكني ما سمعتش حاجه. قلت لها كلابي بس يا ندى، روحي نامي، تلاقيكي بتحلمي ولا حاجه يا حبيبتي، روحي نامي يلا. قالت لي لا والله انا سامعه صوت كلب من بدري وحاسه انه مزنوق او محشور في حته ومش عارف يخرج منها، اسمعي صوته كويس كأنه بيعيط. بصت لها ولسه كنت هتنرفز عليها، لسه فجأة سمعت الصوت أنا كمان، كان صوت كلب صغير فعلا وبيحوها وبصوت واطي قوي كأنه صوته بيتألم، والغريبة أنه جاي من البيت من هنا. قمت قلت لها يمكن يكون الصوت جاي من الشارع، فتحت الشباك وجيت أسمع، لقينا الصوت جاي من جوه البيت من ورانا. خرجت بره الاوضه بتاعتي انا وندى، وانا عماله اقول لها ده فين الكلب ده وازاي دخل البيت واحنا ما كناش سايبين حتى الباب مفتوح، ولو دخل ازاي سكت طول الوقت ده. اللي استغربنا له انا وندى اختي اننا سمعنا الصوت جاي من الدور التالت، ايوه التالت اللي محدش مننا طلعه من وقت ما جينا من السفر ودخلنا البيت ده إلا بابا بس، وحرج علينا ما نقربش منه لحد ما يوضبه. فضلت واقفة مسهمة ومتنحة على السلم اللي بيوصل للدور ده، ولقيت ندى بتقولي سوسة احنا هنسيبه كده مش هننقذه، ده صعبان عليا أوي. وقلت لها هنعمل ايه بس، وبابا محرج علينا نقرب من المكان ده، ما انت عارفة يا ندى. قالت لي وفين بابا؟ ما هو نايم. قلت لها ما هو لما يصحى نبقى نقوله ويطلع يجيبه من فوق. وسبتها ورحت ادخل اوضتي، لقيتها جاية عليا تترجاني وتبوس فيا، وقربت تعيط كمان اننا نطلع نجيبه وان حرام نسيب حيوان اخرس كده فوق من غير اكل ولا شرب وان ربنا هيعاقبنا وكلام من ده كتير. ما قدرتش اسيبها تعيط لاني ما كنتش بحب ارفض لها طلب ابدا، قلت لها طب خلاص اهدي. قمت مطلعه الكشاف من الدرج بتاعي واخدتها وطلعنا نشوف الكلب ده،
اللي ما بطلش انده طول الوقت أصند. أخدتها وطلعنا على السلم، ولقيت أول ما طلعنا كراكيب كتير في الطرقة، كراسي وخشب متكسر، وكل أوضة مفتوحة وفيها سراير بالمراتب اللي عليها، بس طبعا متوسخة ومتبهدلة. بصيت في كل الأوض ما لقيتش حاجة، لكني لقيت أوضة مقفولة بجنزير وأكتر من تلات اقفال عليها، والباب من تحت متكسر وقادر إنه يدخل كلب أو قطة. وسمعنا صوت الكلب من الأوضة دي، قلت إن ده أكيد الكلب هنا في الأوضة. لقيتها جريت على الأوضة ومدت إيديها علشان تجيبه، وكديت عليها وقلت لها لأ ارجعي يا ندى مش هتعرفي، لكن شمت ريحة فظيعة من الأوضة دي، كنت هجيب اللي في بطني. وقفت على جنب وانا فعلا جبت اللي في بطني كله، ومعرفش ازاي ندى ما كانتش شم الريحة الفظيعة والمقرفة دي. بس لما كان في ايدي الكشاف ومغطية في الارض وبكح، لمحت حاجة زحفت بطرف عيني بسرعة. طلعت من الأوضة للأوضة التانية، لفيت راسي ابص بالكشاف، ملقتش حاجة، لكني كنت سامعة صوت خروشة في الأوضة. جيت أقرب منها، لقيت ندى بتصوت الحقيني يا سوسن الحقيني. جريت عليها، لقيت وسطها براسها جوه الأوضة في الحتة المكسورة من تحت الباب اللي يدوبك تدخل كلبة أو قطة، ونصها التاني برا وعمالة بتصرخ. فضلت أشد فيها وأخرجها لحد ما خرجت وطلعتها، وقلت لها انت كويسة فيك حاجة؟ لقيتها ماسكة في حضنها الكلب الصغير وبتقول انا مش مهم، المهم الكلب، بتقول لي كده وهي فرحانة بيه وهو بيلحس وشها، كان كلب يسود صغير. قمت ضحكت عليها واخدتها ونزلنا. طبعا كان بابا وماما قاموا على صوت مدى، وبابا زعق لنا علشان اللي عملناه، لكن فرحة أختي بالكلب كانت ما تتوصفش، وأخدت ودخلت تحميه وحطت له لبن ومية، ونيمته معاها كمان في الأوضة بتاعتها، وسابتني أنا أواجه بابا لوحدي. وأخدت طبعا العقاب من بابا، وهي كانت في وادي تاني مع الكلب اللي لقيته. أنا ما كانش شاغل دماغي غير حاجة واحدة بس، هو إن الكلب ده إزاي دخل وفضل قاعد في الأوضة دي لحد بالليل؟ إزاي؟ ده اللي كان هيجنني بجد. عدى بعدها كام يوم، واختي بقت مرتبطة قوي بالكلب ده، وهي بتاكل لازم ياكل قبل منها، وهي بتلعب يلعب معاها، ولو الكلب ضايق حد فينا وحد مننا زقه برجليه أو بعده بعيد، كانت بتغضب وتزعق وكأننا عملنا جريمة. حاجة تانية غريبة حصلت، الكوابيس في الوقت ده، أيوة الكوابيس اللي كانت بتجيلي. أنا بقى كنت مش بشوف غير كوابيس، بشوفها طول الوقت، ودايما كلها كانت بتدور في الدور اللي فوق اللي لقينا فيه الكلب الغريب. مثلا حلمت في مرة أني نايمة، وصحيت في قلب الحلم على خيال كان لسه خارج برا أوضتي، يا دوبك لمحت طرف حاجة سودة منه، ملحقتش أشوفه هو إيه، خرجت برا أوضتي عشان ألحق الشيء ده، ولما بصيت عليه على السلم برضه ملمحتش غير طرف منه قبل ما يختفي. طلعت على السلم وراه، ولما طلعت لقيت باب الأوضة اللي لقينا فيها الكلب مفتوح، وفي لمبة حمراء منورة جوه. قربت من الأوضة وكان بابها مفتوح والنور منور أحمر جوه، قربت أكتر عشان أشوف إيه اللي جوه ده. فجأة لقيت قطة طالعه تجري من الأوضة بسرعة، ومصارينها مدلدلة على الأرض، وجريت من جنبي. لقيت نفسي ما خفتش وبرضو مكملة وبقرب من الأوضة أكتر. فجأة برضو لقيت معزة خارجة وجسمها كله دم تقريبا مدبوح، وبتجري وعدت من جنبي، وبرضو أنا مكملة وقربت قوي من الأوضة. فجأة ظهر قدامي تعبان كبير، تعبان كبير وضخم قوي، نزل من السقف
ووقف قدامي بطولي، كان طولي. وقتها صوتت ورجعت لورا، لكنه شدني من رجلي وحدفني في الأوضة. اتحدفت حدفة جامدة، خبطت فيها في الخيط. فتحت عيني لقيت راجل بجلابية قاعد جوه الأوضة، قدام شموع كتير ومربع وحواليه تماثيل كتير لأشكال تخوف زي الشياطين وحيوانات جنبه في الأرض بتطلع في الروح زي اللي كانت بتجري جنبي من شوية. ولما سألته انت مين يا راجل انت وبتعمل ايه في بيتنا، راح بصلي وكان وشه مفزح قوي، متاكل نصه وعينه موجودة وعين لأ، وبيضحك وبيقولي ده بيتي انا. اتفزعت وصرخت وقمت من النوم وانا عمالة بصوت، ولقيت ماما جنبي بتسمي وبتستعيذ بالله، وبابا جابلي مية اشرب، وفضلوا يطمنوني ويقولولي ده كابوس. فقت فعلا، لكني مرضتش احكي عن اللي شفته ده. ولقيت ساعتها ندى واقفة على باب اوضتي وشايلة الكلب وبتبصلي قوي وبتمشي ايديها على كلبها، وانا ببص ليها ومستغرباها قوي، وحسيت ان فيها حاجة متغيرة. مش دي ندى اختي اللي عرفها؟ تاني يوم كنا بنفطر، انا كنت قمت متأخرة لاني ما نمتش كويس بعد الحلم اللي شفته امبارح. قعدت عشان افطر معاهم، والكلب جنب ندى على الأرض بياكل هو كمان. لقيت ندى أختي كانت تعبانة قوي، قاعدة وهي وشها باين عليه التعب قوي. قلت لماما هي ندى تعبانة النهاردة ولا إيه؟ بابا وماما بصوا عليها، لاحظوا عليها التعب زي ما أنا لاحظته برضه. ماما حطت إيديها على راسها علشان تشوف درجة حرارتها، لقيتها سخنة قوي. قالت يا نهار أبيض أنا بنتي تعبانة قوي. أم بابا شالها ودخلها أوضتها، والكلب اللي كان بياكل تحت رجليها ساب أكله وقعد مقرفص وبيبصلي قوي. بصيت عليه ومعرفش ليه خفت منه، قمت هوشته برجلي عشان يمشي أو يبعد عني وما يبصليش، لكنه ما اتحركش وفضل زي ما هو. وبعدين راح مزمجر قوي، معرفش ليه. خفت منه وقمت دخلت أوضة ندى عشان أطمن عليها. لقيت بابا بيكلم الدكتور وماما قاعدة تعمل لها كمادات على راسها. وبعدين بابا قال أنا هغير هدومي، وماما كمان قامت تغير هدومها علشان لما يجي الدكتور. وأنا قعدت جنب ندى لقيتها بتخرف وهي نايمة على السرير، قلت يمكن تخريب درجة الحرارة اللي فيها. لكني لقيتها بتقول في وسط الكلام جدو جدو بلاش الكلب، ما تذبحوش، لا بلاش، لا أرجوك، سوسن وراكي جدو، خلي بالك، خدي بالك. وأنا بسمع كلام ندى حسيت فعلا إن حد ورا ظهري، حسيت بحرارة شديدة. لفيت راسي عشان أشوف إيه اللي ورايا، صوتت وصرخت لأني لقيت جدي اللي مات كان واقف ولابس جلابية دايبة عليه، ونص وشه كأنه دايب أو متآكل، نص وشه بعنيه. ولقيته قرب مني وبيخنقني، وقعت في الأرض. أول ما وقعت اختفى وأنا عمالة بصوت. دخلوا بابا وماما جري عليا وسألوني مالك في إيه، قعدت أعيط وقلت لهم أنا كان بيتهيألي إن في حد معانا هنا في الأوضة وكان بيخنقني يا بابا. قال لي مفيش حد. حد مين ده؟ ماما قالت له يظهر ان سوسن اعصابها تعبانه، ده سبب اننا نقلنا هنا جديد. قومي يا سوسن ارتاحي في اوضتك ونامي شويه. قمت دخلت اوضتي وانا من كتر التفكير في اللي حصل هتجنت. ايه اللي ندى كانت بتقوله ده؟ وعرفت ان جدي ورايا ازاي؟ وعرفت اصلا جدها ازاي؟ دي عمرها ما شافته في عمرها كله أصلا، هو مات من قبل ما تتولد ولا حتى شافت صورة ليه. أنا بقيت هتجنن، لكن هتجنن ليه؟ قلت في عقل بالي ما يمكن ندى لما طلعت شافت في الدور اللي فوق صورة لجده وأنا ما أخدتش بالي منها،
وده اللي خلاها تقول كده. يبقى أنا أطلع الدور اللي فوق لوحدي وأشوف الصورة دي وأجيبها. كانت حالة ندى كل يوم بتسوء عن اليوم اللي قبله، وكل الدكاترة اللي جبناهم مش عارفين يشخصوا حالتها. البيت من يوميها بقى كئيب بسبب تعب ندى، وزعلنا عليها. بس أنا كنت دايما بسمع حاجات غريبة في أوضتها. يعني مرة بالليل، كانت الساعة تقريبا 3، سمعت همس جاي من أوضتها. قمت أسمع صوت من قدام أوضتها، قلت يمكن تكون ندى بتخرف تاني زي المرة اللي فاتت. لكني سمعت، وكان واضح الصوت ليا. لما قربت من الباب سمعت صوت واحدة ست. أيوة كان صوت واحدة فعلا ست، كانت بتقول شامهور كرهان فنعان ناتلكم بدماء، شامهور كرهان فنعان. لقيت نفسي بفتح الباب بشويش، لقيت نور أحمر جوه أوضة ندى. ما عرفش جه منين، كانت هي نايمة على السرير. قربت منها لكني لقيت واحدة ست قاعدة على الأرض من جنب السرير ومدياني ظهرها. كانت هي اللي الصوت ده طالع منها. قلت لها انت مين يا ست؟ انت بتعملي ايه في أوضة أختي؟ دخلتي هنا ازاي؟ ولما قربت منها أكتر لقيت دم، ولقيت الكلب بتاع ندى اللي لقيناه فوق في الدور اللي فوق بيطلع في الروح وبيموت. الست دي كانت بتموته، يا دي كانت بتذبحه. فجأة قامت ندى تصوت بصوت عالي قوي، من شدة الصوت وقعت على الأرض. لما فتحت عيني اختفت الست دي والدم وكل حاجة، واختفى كمان النور الأحمر الغامق الكئيب اللي كان مالي الأوضة. وندى رجعت نامت تاني كأن مفيش حاجة حصلت خالص. بعدها طبعا جم بابا وماما على سطر، وما بقيتش عارفة أقول لهم إيه ولا أحكي لهم إيه. لكني سبتهم بعد ما اطمنت على ندى ودخلت أوضتي. كان في دماغي حاجات كتيرة أوي ملهاش تفسير، حاجات بتحصل من وقت ما جينا البيت الكئيب ده. وليه جدي كمان بيظهر لي بشكله المفزع البشع ده؟ أنا كنت زعلانة على حالة ندى وأختي اللي كانت بتسوء يوم عن يوم. فضلت في أوضتي لحد ما طلع الصبح. أخدت بعضي ونزلت أتمشى في البلد شوية أشم شوية هوا ومنها أتمشى. نزلت أتمشى وطول ما أنا ماشية شايفة الناس بتبصلي وكأنها خايفة مني. أنا شايفة دفع عنيهم وفي ناس بيهمسوا البعض كأنهم بيتكلموا عليا. لقيت طفلة بتلعب، وهي بتلعب وقعت في الأرض. جريت عليها عشان أقومها. ابتسمت ليا وأنا ابتسمت ليها. لسه هسألها أنت كويسة يا حبيبتي؟ لقيت أمها جت جري خطفتها من إيدي ودخلت بيها بيتهم وقفلت بابها. بعدها اتأكدت ان نظرات الناس كلها ليا مش طبيعية ابدا، وكأنهم خايفين مني. وانا ماشية وسطهم سمعت صوت من وسط الناس من ورا ظهري، انتي بنت حسن فريد؟ بصت له، طلع راجل في سن والدي تقريبا، وشه سمح وشعره ابيض شوية. قلت له ايوة انا بنته. راح جه سلم عليا وقال لي انا اسمي مجدي حسين، انا صاحب والدك من زمان. انا كنت اقرب صاحب ليه قبل ما يسافر والدنيا تلهي عناره بالناس ايديه. قلت له انا اسف بس انا معرفكش، بس اكيد بابا لو شافك هيعرفك. ولا يهمك يا بنتي، انا اخدتك بالشبه كده، وكمان لما لقيت الناس بتبصلك قوي كده اتاكدت اكتر انك بنت حسن فريد. هما ليه بيبصولي كده؟ هو في ايه؟ ما تزعليش منهم يا بنتي، هما معذورين برضو. من يوم جدك متوفى وهما بيسمعوا اصوات غريبة خارجة من البيت ده، وفي اللي بيشوف حيوانات وتعابين. اللهم احفظنا داخلة خارجة من البيت. قلت له بس خلاص احنا سكننا فيه ونضفناه من كل حاجة وخلاص بقى كويس. اللي مهما تنضفوا فيه عمره ما هينضف من الجن والشياطين اللي عايشين فيه.
ولو حصل لكم يا بنتي تجيبوا شيخ يشوف البيت ده قبل ما حد فيكم يتأذى زي جدكم متازة. قلت له ايه؟ جدي اتأذى من ايه؟ وازاي؟ دي حكاية طويلة اوي يا بنتي، اختصرها ان زمان جدك وستك الله يرحمهم كانوا عايشين في امان الله، وكان في ست من الهجر اسمها آمونة، جابوها تساعد جدتك في شغل البيت، لكن الست دي ما كانتش كويسة، كتير قالوا انها ساحرة، وكتير شافوها في المقابر بالليل، وناس لمحتها بتخطف حيوانات من الشارع وبتدخل بيهم البيت. ولما جدك الله يرحمه حقق في الموضوع، عرف انها كانت قاعدة معاهم ومن وراهم بتجيب حيوانات وتعابين وبتحضر عليهم أرواح في الدور التالت بتاع البيت، بيستغلنا ان جدك وجدتك مش بيقدروا يطلعوا الدور التاني حتى مش التالت بس، فكانت بتجيب الحيوانات دي وتحضر عليهم جن وتتبعهم وتقدمهم كرابين للشياطين والجن. ولما الناس كشفوها وحكوا لجدك وتأكد بنفسه من الحكاية دي، راح طردها بره البيت، هي مرجعتش البلد تاني من ساعتها، مع ان ناس كتير قالت انها لمحتها هنا او هنا، واغلب الحكايات انها كانت بتتشاف في المقابر. جدك بقى كانت الغلطة اللي عملها انه ما طهرش البيت من اعمالها الشيطانية، ناس كتير حذرته لكنه ما سمعش كلامهم لحد ما توفت جدتك، وجدك الشياطين والجن لعبوا بعقله هو كمان، وبقى يعمل زي الست المجنونة ويجيب كلاب وقطط ويعمل نفس اللي كانت بتعمله هي، لحد ما توفى هو كمان ومن بعدها والبيت مقفول، لكن الناس كانت دايما بتسمع أصوات غريبة طالعة منه. كنت بسمع الكلام ده وأنا مذهولة، كل تفكيري كان على أختي وبس، دلوقتي وضحت قدامي كل حاجة وأخيرا فهمت. من أول ما ظهر الكلب وأنا مش مطمنة أصلا، أختي ابتدت تتعب، والأحلام اللي بشوفها والست اللي ظهرت لي في أوضة أختي، جريت على البيت، جريت بسرعة، وأول ما وصلت أخدت بابا على جنب وقعدت أفكره بصاحبه مجدي اللي يعرفه في البلد دي من سنين، وطلع لسه فاكره الحمد لله. حكيت له كل اللي حكاهولي، قلت له ان البيت ده معمول من اعمال الست دي، واحنا كمان معرضين نتأذي في اي وقت. بابا ما صدقنيش وقال لي ايه الكلام اللي محدش يصدقه ده، طب ما احنا قاعدين في البيت من فتره وما حصلش حاجه، وان كان على تعب اختك يعني، ما هي كل الناس بتتعب، وان شاء الله بكره هتخف وهتبقى كويسه. لكني قلت له طب انت تيجي معايا لصاحبك ده وهو هيحكي لك كل حاجه، قال لي ماشي وهصلم عليه بالمرة وكمان افهم منه ايه الحكاية. رحنا لصاحب بابا وبابا سلم عليه واخده بالاحضان، وقعدوا شوية يسترجعوا حكاياتهم زمان، لكني قلت لهم ده مش وقته، احكي لبابا يا عمو على اللي قلتهولي. راح حكى استاذ مجدي كل حاجة لبابا، واكد له كل كلامي اللي انا قلته من على لسانه، وقال له يا حسن بنتك كلامها اللي قالتهولك كله صح، البيت ده ملعون من وقت الست دي ملعنته بعمايلها، وبنتك الصغيرة في خطر عليها دلوقتي، لازم تسيب البيت فورا. قال له سيبه ازاي؟ ده بيت ابويا وامي اللي تربيت فيه. قال له يبقى لو عايز تفضل فيه تطهره من اللي فيه ده. قال له ازاي؟ قال له هنروح انا وانت عند شيخ راجل كويس وبيعرف ربنا وبيفهم في الحاجات دي ومش بياخد فلوس، هو يبقى الشيخ محمود ابن امام الجامع صاحبنا اللي كنا بنصلي ورا ابوها الله يرحمه. قال له اه فاكره. قال له طب يلا مفيش وقت، واخدنا احنا الاتنين ورحنا على الشيخ ده، لكننا ما لقيناهوش، هنقولنا انه راح البلد اللي كان بينا مشوار وراجع تاني. فبابا قال لصاحبه خلاص بقى انا هرجع البيت واخد بالي من مراتي والعيال لحد ما الشيخ ده يرجع وابقى اروح له. قال له ماشي بس خد بالك كويس. انا بقى كنت خايفه اوي ارجع البيت تاني وكنت مش مطمنه،
لكن خوفي برضو على أمي وأختي خلاني أرجع مع بابا، وأنا بدعي ما يكونش حصل لهم حاجة. أول ما رجعنا البيت لقينا كله ضلمة من بره. قلق بابا قوي، هو البيت ضلمة كده ليه؟ قلت له بابا أنا مش مطمنة وخايفة يكون حصل لأمي وأختي حاجة، خليكي هنا وأنا أدخل أشوف إيه. قلت له لأ أنا هدخل معاك، مش هسيبك ومش هفضل لوحدي هنا، خلاص خليكي جنبي. ودخلنا البيت وأبويا ولع النور، العيا شغال عادي. فقال الله أمال مين اللي كان طفيه وليه؟ وقعد ينده على ماما وندى، لكن محدش رد، البيت كان ساكت خالص. بابا قال يا ترى هم راحوا فين؟ يكونوا خرجوا. قلت له يخرجوا يروحوا فين بس يا بابا؟ هو احنا نعرف حد في البلد هنا؟ اللي احنا لازم نفتش عليهم البيت كله. وفعلا فتشنا انا وبابا الدور الارضي والاول والتاني، واحنا بننده على ماما وندى لكن من غير فايده، ما لقيناش حد ومحدش رد علينا. ما بقاش فاضل غير الدور التالت، وقفنا قدام السلم بتاعه انا وبابا، ولقيته بيقول لي احنا لازم نطلع نفتش فوق. قلت له لا يا بابا انا خايف اطلع الدور ده، احنا نروح نجيب الشيخ احسن. ده انا مش هسيب مراتي وبنتي معرفش عنهم حاجه لحد ما الشيخ ده ما يجي، انا هطلع واشوف ايه اللي فوق. لو عاوزك خليكي انت هنا خليكي. قلت له لا لا انا هطلع معاك. ماشي بس خليكي جنبي ما تبعديش عني. وطلعنا فوق للدور التالت اللي كنا شايفينه من مكاننا ضلمة خالص. قلت لبابا ده ضلمة خالص يا بابا، اكيد هما مش فوق. اللي لازم اشوف بنفسي هما فوق ولا لا، وكمان انا شايف نور خفيف جاي من فوق. بصيت وفعلا كان في نور خفيف قوي جاي من الدور التالت، ولما طلعنا فوق لقينا الدور كله ضلمة فعلا الا اخر اوضة في الطرقة، الأوضة اللي لقينا فيها الكلب إياه. كان الباب بتاعها موارب شوية وفي نور أحمر خفيف جاي من جواها. جسمي اترعش ومسكت في بابا وأنا بقول له يا ترى في إيه جوا الأوضة دي ومين جواها؟ قال لي أكيد هما اللي جوا، بس يا ترى بيعملوا إيه هنا؟ قلت له مش عارفة. نده بابا بصوت عالي على ندى وماما لكن محدش رد عليه. فهل احنا لازم نروح ونشوف ايه؟ اتحركنا ناحية الأوضة واحدة واحدة، واحنا سامعين أصوات زي همهمات كده طلع من الأوضة. أنا كنت خايفة أوي لكني مشيت ورا بابا وأنا ماسكة فيه لحد ما وصلنا للأوضة وفتحها بابا بالراحة، وشفنا المنظر اللي مش هنساته لحياتي. شفنا ماما مربوطة في عمود في نص الأوضة وبقها متكمل، وكان باين إنها مغمى عليها. أما المنظر اللي رعبنا أكتر فهو منظر ندى أختي اللي كانت قاعدة على الأرض قدام ماما ومديانا ظهرها وهي قاعدة وسط رسمة مرسومة بالأحمر وشكله كان دم. الرسمة كانت لنجمة خماسية، كان العمود اللي فيه ماما وفي ندى في نصها بالظبط. كانت ندى باصة في كتاب كبير من الجلد مليان رموز ما قدرتش افهمها وهي بتقرا منه بصوت واطي زي الهمهمات، وهو ده الصوت اللي كنا سامعينه من بره. المفزع اكتر ان الصوت اللي كان طالع منها ده ما كانش صوت ندى، ما كانش صوت طفلة حتى، ده كان صوت ست كبيرة. ايوه الصوت اللي كان طالع من ندى كان صوت لست كبيرة خشن ومرعب. شهقت بزرها وقال بابا بفزع ندى انت بتعملي ايه هنا؟ لقينا ندى او اللي كانت ندى بتلتفت لينا بغضب وبتقوم من مكانها علشان نترعب انا وبابا اكتر، لان اللي قدامنا دي استحاله تكون ندى. ايوه هي صحيح نفس جسمها ونفس هدومها بس ملامحها كانت زي ملامح الشياطين، وشها مجعد وشعرها منكوش وعينيها خمرة ودنها طويلة هي ومناخيرها وشفايفها متشققة. صرخت وقلت لبابا بابا مين دي؟ دي مش ندى، دي مش ندى. بابا خباني وراه وهو بيقول لندى ندى اللي عمل فيك كده
ومامتك مالها؟ قال كده وهو بيقرب من ماما علشان يفكها، لكن ندى وقفت قصاده وهي بتزوم وبتقول بصوتها الجديد: اوعى تقرب او تقاطع الطقوس، وما تستعجلوش، دوركم جاي. قال لها: بعيد عن طريق، دور مين اللي جاي؟ انت اكيد اتجننت يا ندى. ضحكت ندى وقالت: ندى مين؟ انت لسه فاكرني ندى؟ انا مش ندى دلوقتي، انا امونة. صرخت وقلت: امونة، انت الست اللي كانت شغالة عند جدي. البابا: ايه الجنون ده؟ فوقي يا ندى وبعدي عن طريقي. وتحرك تاني ناحية ماما، لكن ندى اتحركت بسرعة، ضربت ضربة قوية جدا، ما عرفش ازاي طلعت منها. ضربة خلت بابا صرخ وطار بطول الأوضة وخبط في الحيطة ووقع مغمى عليه. صرخت من الرعب ورجعت بظهري لحد ما لزقت في الحيطة اللي ورايا. ما أنا بقول لندى: ندى، ايه اللي انت عملتيه ده؟ صرخت ندى تاني: قلتلك انا مش ندى، انا امونة، امونة اللي جدك منعها تكمل طقوس القوة وطردني زي الكلاب من البيت، امونة اللي جدك افتكر انه خلص منها لكنه ما كانش يعرف اني مش بشر اصلا، ما كانش يعرف اني جنية ومن اشد انواع الجن، جدك اللي معرفش اني رجعت له تاني في صورة الكلب اللطيف اللي حبه وخده جنبه واستغليته عشان اقدر استكمل طقوسي في المكان الوحيد جوه مصر اللي ينفع عليها، وهو البيت ده. قلتلها بذهول: يعني جدي ما كانش سحر زيك ولا مشي في السكة دي؟ قالت لي: لا، هو اتعلم السحر، اتعلمه عشان يواجهني ويهزمني، اتعلمه عشان يسجنني للأبد في جسم الكلب ده، لكن قدر تهزمه وقضي عليه، وما كانش في حاجة تمنعني عن استكمال طقوس الحصول على أقصى قوة ممكن ياخدها جني في التاريخ، لكن جيتوا انتوا قطعتوني، لكني هستغل ده وهستغل وجودكم، لأني كنت محتاجة الكرابين ده شرية عشان استكمل الطقوس، وأول الكرابين كانوا اختك ندى اللي استوليت على جسمها عشان أقدر أكمل طقوسي براحتي بدل جسم الكلب اللي كان مكتفني، ودلوقتي هتكوني انتي وامك وابوكي واختك كمان اول ضحايا العهد الجديد، عهد امونة. صرخت وقلت: انتي اكيد مجنونة، سيبيهم، سيبي عيلتي في حالهم يا شطانة، سيبيهم. حاولت اروح ناحية ابويا فوقه، لكنها شاورت بايديها ناحيتي عشان اطير انا كمان ناحية الحيطة البعيدة. حسيت اني ههبط فيها خلاص وهقع زي ابويا، لكني فجأة لقيت سحابة بيضة بتحاوطني وبتمنعنا تخبط في الحيطة وبتنزلني على الارض بسلام، وسمعت صوت امونة بتصرخ بغضب: انت ايه اللي جابك هنا؟ بصيت ناحية الباب عشان اشوف مجدي صاحب بابا، ومعاه شاب لابس جلابية بيضة وبيشاور بايده ناحية ندى وهو بيقول: أنا جيت عشان أخلص الناس من شرك يا ملعونة، جيت عشان أقضي عليك وأنقذ البساكين دول من إيديكي. صرخت ندى أو أمونة دي وقالت له: مش هتقدر عليا دلوقتي، صحيح أنت هزمتني زمان لكن لما تواجهنا كذا مرة، لكني دلوقتي أقوى منك وأقوى من كل أعوانك. عرفت إن ده الشيخ اللي قال عليه صاحب بابا، وهو بيقول له: إن شاء الله هقدر عليك وأخلص العالم من شرك. صرخت أمونة صرخ عالية علشان ألاقي الأوضة اختفت من حوالينا، ولا إننا بقينا كلنا في صحراء وسخ رمالها كلها سودة، وكنت أنا وبابا وندى ومجدي صاحب بابا مربوطين في عواميد وسط الصحراء دي، وكانت قدامنا ست عجوزة التجاعيد مالية وشها، عينيها حمرة وشعرها منكوش ودمها طويلة، وليها أنياب ومخالب. كانت أمونة وكان حواليها جيش من الشياطين اللي أشكالهم بشعة أوي ومنظرهم يخوف جدا، مقدرش أوصفه من كتر بشاعته، شياطين من كل الأشكال والأحجام. ضحكت أمونة وقالت للشيخ:
شفت جيوشي؟ هتقدر تغلبه ازاي؟ بصيت ناحية الشيخ، لقيت واقف وحواليه جيش تاني من مخلوقات بيضة، ملامحهم وسيمة وليهم جناحات وبيرفرفوا بيها، وهو بيقول لها طول ما احنا معانا ربنا ومعانا إيماننا هنقدر نغلبك ونغلب أعوانك. قالت له هنشوف، صرخت وقلت الأمونة سيبينا أشطانة سيبينا، الحقنا يا شيخ. قال الشيخ بصوت عالي ما تخافيش هنقذكم كلكم بأمر الله، وشاور بيده عشان أعوانه يهجموا ويدخلوا في حرب شنيعة مع جيش أمونة، حرب ما شفتش زيها في حياتي ولا كنت ممكن أشوف حرب زي دي، ما فيهاش لا قنابل ولا مدافع ولا مسدسات ولا حتى سيوف، حرب بالإيدين والأنياب والمخالب، حرب بين الخير والشر. المعركة كانت رهيبة، وكانت أمونة بتضحك بجنون وهي عمالة بتقول قلتلكم مش هتقدروا عليا، جيش أقوى منكم. والحقيقة أنها كانت عندها حق، لأن جيش الشيخ فعلا كان بيضعف مع الوقت وأفراده بيقعوا واحد ورا التاني، والهزيمة كانت باينة أنها هتيجي لا محالة. ضحكت أمونة تاني وقالت اتهزمتوا وأخيرا هقضي عليك. لكن فجأة سمعنا صوت عالي رهيب، ولقينا جيش أبيض تاني جاي ينضم للمعركة ويحارب في صف جيش الشيخ. الحكاية دي كانت مفاجأة، حتى الأمونة اللي صرخت انتوا مين؟ انتوا مين؟ لكن محدش رد عليها، وأفراد جيشها هما اللي ابتدوا يقعوا قصاد قوة الهجوم التاني الرهيب اللي اشترك مع الشيخ في الهجوم على جيش أمونة عشان ينهزم كل نوخشها وتفضل هي لوحدها وسط الصحراء في الآخر، وأفراد من جيش الشيخ ماسكينها وهي بتصرخ وبتقول مش معقول مش معقول، أنا كنت خلاص هنتظر، مين اللي جم وهزموني دول؟ مين وراهم؟ لقينا صوت بيقول أنا اللي وراهم. بصت أمونة ناحية الصوت وصرخت وقالت مش معقول انتهى، وظهر آخر حد كنت ممكن أتوقعه، ظهر جدي. لقيت جدي جاي من بعيد وهو بيقول لأمونة أنا صحيح هموت، لكن قريني هو اللي بيكلمكم دلوقتي، وأنا جبته عشان ابني وأسرته يعرف أني عمري ما كنت شرير أو مشيت في الطريق الغلط، أنا عرفت شرك وطردتك لكني حسيت أنك ممكن ترجعي تاني، عشان كده اتعلمت السحر عشان أحمي نفسي والناس منك، لكنك هجمتيني وقتلتيني، بس ما تعرفيش أنك قبل ما تعملي كده أنا كنت قدرت أجمع جيش من الجن الطيب حواليا، الجيش ده صاحب مع قريني بعد موته وقرروا يساعدوه ضدك، وكانوا بس محتاجين انك تظهري، وديك ظهرتي وجيت في الوقت المناسب عشان اساعد الشيخ محمود علشان يهزمك. بكى الشيخ من السعادة وقال للقرين وانت جيت في الوقت المناسب، انا بكمل الرسالة اللي كان الجد وعد نفسه بيها قبل موته، ودلوقتي اسمح لي اخد الملعونة دي عشان تنال عقابها في مجلس الجن. قال له طبعا اسمح لك. صرخت أمونة تاني وقالت لا لا سيبوني سيبوني، لكن الجن الطيب اختفى ومعاهم أمونة، واختفت الصحراء من حوالينا، ولقيت نفسي أنا والشيخ وأسرتي وأستاذ مجدي كمان موجودين في البيت، وكانوا كلهم بيفوقوا الحمد لله، وندى كانت طبيعية جدا وقعدت تقول أنا فين. بعد شوية كنا كلنا قاعدين في الصالة تحت، أنا وندى وبابا وماما والشيخ وأستاذ مجدي. طبعا ندى وماما ما كانوش فاهمين أي حاجة، أما بابا كان فاته النص الأخير من الأحداث تماما، وعلشان كده الشيخ محمود كان بيقول أنا أحكي كل اللي حصل. لما الأستاذ مجدي قابلني بعد ما رجعت من مشواري وقال لي على الحكاية، ولما عرفت إن باباكم رجع وعرفت بالحاجات اللي بتحصل في البيت اتخضيت قوي، انا كنت مسافر بقالي فترة فمش عارف ولا متابع اللي بيحصل، انا كنت حاضر الحكاية دي من زمان مع جدكم
وعارف إن خدمته أمونة كانت جن شيطان وكانت بتعمل طقوس شيطانية في البيت باستخدام الحيوانات، ولما أبوكم عارف اللي هي بتعمله جه شرني، فجيت وساعدته في مواجهتها، لكنها للأسف عرفت تهرب مننا. أنا طلبت من المرحوم جدكم يحصن البيت بالأذكار والقرآن، لكنه قرر ياخد سكة تانية ويحصنه بالسحر، وابتدى يقرأ في كتب السحر اللي هي سابتها ويعلم نفسه، وبقى ليه أعوان من الجن. أنا لما عرفت كده نصحته بإنه يستغل علمه ده في الخير، وهو وعدني بكده، لكن أنا وهو ما كناش نعرف إن أمونة مستنية اللحظة اللي تقدر فيها تنتقم من جدكم، ونجحت هي وأعوانها في إنهم يقضوا على جدكم ويستولوا على البيت. في الوقت ده وبعد جنازة جدكم أنا سافرت في شغل مهم ومعرفتش إنكم رجعت وقعدتوا في البيت إلا لما أستاذ مجدي قال لي، وطبعا ده خضني جدا لإني عارف إن البيت مش أمان خالص على أي حد يسكن فيه فوجود أمونة الشيطانة، فجيت جري أنا وهو عشان ألحقكم، والحمد لله لحقتكم في آخر لحظة. لكن برضو لولا تدخل كارين جدكم اللي هو كان مواصي بحمايتكم في الوقت المناسب يمكن ما كنتش عرفت أنقذكم. قلت له يعني دلوقتي ما فيش خطر علينا؟ قال لي خلاص الحمد لله البيت اتطهر وأنا هرقيكم كلكم وهعمل حماية تانية على البيت عشان أي شر تاني ما يجيش ناحيته، لأن موقعه مطمع للجن الشرير، بس إن شاء الله مش هيحصل لكم حاجة فيه تاني. والحمد لله مفيش أي أثر لأمونة جوه البيت ولا جوه جسم ندى، الحمد لله إن الحكاية دي خلصت على خير. البابا للشيخ، مش عارفين نشكرك إزاي يا شيخ، أنا ما عملتش حاجة، ولازم تشكر الأول صديقك أستاذ مجدي، ولازم تشكر روح والدك اللي حمتك وهو عايش وهو ميت. رحت قلت لهم احنا لازم نقرأ الفتحة على روح المرحوم جدي، وقرينا الفتحة كلنا، والحمد لله من ساعتها والبيت أمان وما حصلش حاجة، وكنا كل يوم جمعة نروح نقرأ الفتحة على قبر المرحوم جدي وندعيله بالرحمة والمغفرة. أتمنى من كل شخص بيسمعني دلوقتي إنه يدعيله.